صباح الخير. راح نبدأ وياكم محاضرة الهيماتوباثولوجي أو الهيماتولوجيكال ديس أوردر، اللي كونها لها علاقة مباشرة بعملكم والأهمية المباشرة لطبيب الأسنان أن يعرف الحد الأدنى من الأمراض اللي تصيب الجهاز الدوران وجهاز والأمراض اللي تصيب الكريات الحمر والكريات البيض، اللي ما لها علاقة مباشرة بعمل طبيب الأسنان. من المهم جدا انه طبيب الاسنان لازم ياخذ هيستوري مو فقط فيما يخص مرض او امراض اللي تتخصص فقط بامراض الفم، وانما لازم يكون عنده المام لان بامراض الجسم، لانه الامراض الفم قد تكون واجهه للامراض الجسمانيه، والامراض الجسميه قد تكون البرزنتيشن مالتها قد يكون بشكل امراض او ديس اوردرز بالاورال كافيتي. الستركتشر اوف ذا هيموجلوبين، تعرفون احنا المكونات الدم عندنا البلازما اللي هو السائل اللي تسمح به الكريات الدم. كريات الدم عندنا ثلاث انواع، عندنا الار بي سي، عندنا الوايت بي سي، وعندنا البليتلت. الار بي سي والبليتلت هم يمثلون النون نيوكليتد هيماتولوجيكال سيلز، while the nucleated cells are the white BC. هناك خمس انواع من الكريات البيض مثل ما تعرفون، عندنا الليمفوسايت، المونوسايت، النيوتروفيل، بيزوفيل اند ايوزينوفيل. فيما يخص الوايت بي سي، طبعا عمله هو الانفلاماتوري بروسيسز واميون ديفنس ميكانيزم. البليتلت هو عملها للكلوت فورميشن، الخثره او صناعه الخثره اثناء الجروح. فيما يخص الـ RBC هو نقل الأكسجين لكل أنحاء الجسم، فالحامل الأكسجين في الدم هو يتم عن طريق كريات الدم الحمراء الـ Red Blood Cells الـ RBC نتيجة احتوائها على مادة الهيموغلوبين. كلكم تعرفون الهيموغلوبين structures. Each hemoglobin molecule is made up of four heme groups surrounding a globin group. forming a tetrahedral structure. يعني كل احنا عندنا الهيموغلوبين، هو كلمه هيموغلوبين يتالف جايه من كلمه هيم وماده وسلسله بروتين اللي هي الجلوبين. كل اربع جزيئات من الهيم تحيط لنا حول جزيئه من او سلسله الجلوبين البروتين ستراكشر، فراح يسوي لنا جزء او تركيب رباعي تتراهيدرال ستراكشر. الهيم، جزء الهيم من الهيموجلوبين، الهيم which accounts for of only just 4% of the weight of the molecule من الهيموجلوبين. كل الهيموجلوبين، الهيم فقط يكون لنا 4% من وزنه. يتالف is composed of ring like organic compound is known as porphyrin to which an iron atom is attached. الهيموغلوبين او الهيم، جزء الهيم من الهيموغلوبين يمثل لنا فقط 4% من كل وزن الهيموغلوبين، ويتالف من جزء حلقي اورجانيك كومباوند، مركب عضوي يسمى بالبورفرين. هذا البورفرين تتصل الى ذره الحديد الايرون. It is the iron atom that binds the oxygen as the blood travels between the lungs and the tissue. طبعا هو جزيئه الحديد هي ترتبط لي الأكسجين أثناء نقله من الرئة إلى باقي أنحاء الجسم. There are four iron atoms in each molecule of hemoglobin. إذا كل هيموغلوبين هناك أربعة أجزاء أو أربعة ذرات من الأيرون، which accordingly combine four atoms of oxygen. The globin consists of two linked pairs of polypeptide chain. بس الهيم عرفنا يتألف من جزء من بورفرين، البورفرين يرتبط إلى ذرة ايرون. احنا مثل ما قلنا كل الجلوبين بارت راح يرتبط أربعة أجزاء من الهيم، يعني أربعة أجزاء من البورفرين، يعني أربعة أجزاء من ذرات الايرون. فإذا كل هيموجلوبين يحتوي على أربعة ذرات من الايرون، وبالتالي راح يرتبط إلى أربع جزيئات أو أربع ذرات من الأكسجين. إذا كل هيموجلوبين يحتوي على، مرة أخرى، على أربعة أجزاء من او اربع ذرات من الايرون من الحديد، واللي ترتبط كل ايرون اتوم ترتبط باكسجين اتوم. فاذا كل هيموجلوبين قادر على ان يحمل اربع ذرات من الاكسجين. الجلوبين، الجزء البروتيني من الهيموجلوبين، هو يتالف يمثل لنا 96% من
وزن الهيموجلوبين يتالف من زوجين من بوليبيبتايد تشينز، اللي هو الموست كومن تايب هو 2 الفا و2 بيتا، يعني رمزوا له بالفا 2 بيتا 2، جزيئتين من الالفا وجزيئتين من البيتا جلوبين او البوليبيبتايد بروتينز ترتبط حتى تكون الجلوبين بارت اوف ذا هيموجلوبين. This is the structure of the hemoglobin. This is the part of the heme. مثل ما قلنا احنا تتالف الهيموجلوبين من جزيئتين من الجلوبين اللي هي الالفا والبيتا، وكل هيموجلوبين الى قابل يرتبط الى 4 ذرات من البورفيرين، وهاي البورفيرين تحتوي على 4 ذرات من الايرون، عاده يكون بشكل الفيروس ستيت، وهذه قابل انه ترتبط بذره واحده من الاكسجين، وبالمحصله النهائيه فان الهيموجلوبين راح يرتبط الى قابليه انه يرتبط ب4 ذرات من الاكسجين فقط. الانواع الرئيسيه فيما يخص ال الاربعه انواع الرئيسيه اللي هي الرئيسيه من الهيموجلوبين، عندنا الهيموجلوبين اي يشكل لنا حوالي 95 الى 98% من الهيموجلوبين الموجود بالادلت. It contains 2 alpha and 2 beta proteins. أكثر نوع، أكثر شيوعا، النوع الطبيعي فيما يخص البروتين، عفوا الهيموجلوبين الموجود في حياة الإنسان الأدلت هو الهيموجلوبين الهيموجلوبين A أو A1 يسموه. الهيموجلوبين A1 مرتبط أو يتكون من 2 ألفا و2 بيتا بروتين. الهيموجلوبين A2 حوالي شكل لنا فقط 2 إلى 3% من الهيموجلوبين الموجود بالأدل. It has 2 ألفا and 2 دلتا. زيادة الهيموجلوبين A2 يشير إلى وجود حالة مرضية وحالة غير طبيعية. النوع الثالث الأكثر شيوعا هو الهيموجلوبين F أو الفيتال هيموجلوبين أو الهيموجلوبين الجنيني يسموه. يشكل لنا 1% 1 إلى 2% من الهيموجلوبين الموجود بالأدلت. It has 2 alpha and 2 gamma proteins. ويعتبر أنه its major hemoglobin produced by the fetus، الطفل الحديث الولادة، during عفوا fetus الجنين أثناء البريجنسي، and its production usually falls shortly after birth، يعني مباشرة بعد الولادة أثناء الحياة الجنينية الجنين يكون أكثر نوع من الهيموجلوبين يكون بدم الطفل الجنين هو الهيموجلوبين F، بس مباشرة بعد الولادة راح يتحول النخاع العظم والمكونات اللي تصنع الدم تحول الهيموجلوبين من هيموجلوبين F إلى الهيموجلوبين عادة إلى A. إذا عندنا أكثر نوع شيوعا بالنسبة للأدلت لايف عندنا الهيموجلوبين A أو A1 يشكل لنا 95 يتالف من 2 الفا و2 بيتا بروتين تشينز. الهيموجلوبين A2 يشكل لنا حوالي 2 الى 3% يتالف من 2 الفا و2 دلتا بروتين تشينز، ان الهيموجلوبين F يتالف من 2 الفا و2 جاما. طبعا هناك اكو انواع اخرى من الهيموجلوبين، عندنا الهيموجلوبين دلتا، هيموجلوبين D، مثل ما عندنا A و A2 و F وعندنا D، وانواع اخرى هيموجلوبين C الاس، اذن الانواع اللي هو قليله جدا وموجوده في بعض الشعوب، بس اذن بصوره عامه عالميا هنا اذن اكثر 3 انواع من الهيموجلوبين. فمهم جدا في محاوله معرفه بعض انواع الانواع فقر الدم، خاصة فقر الدم الوراثية، يعملون تحليل ما يسمى بالفصل الكهربائي للهيموجلوبين أو ما يسمى بالهيموجلوبين الكتروفوريسيس. يكون يتم هذا الهيموجلوبين الكتروفوريسيس راح يظهر نوع الهيموجلوبين اللي موجود أو الأكثر شيوع الموجود في دم المريض، وبالتالي معرفة أنه هذا الإنسان هل يحمل أنه فقر دم من النوع الوراثي أو لا من نوع الفقر الدم الاعتيادي اللي قد يكون أنواع قد يكون مكتسبة أو أيضا قد تكون وراثية. المهم جدا هذه ال
الصفحة أو هذا الجزء من المحاضرة، إنه نعرف إنه تركيبة الهيموغلوبين أي من شنو متكونة، والهيموغلوبين أي 2 من شنو متكونة، وكذلك الهيموغلوبين F. مثل أرجع مرة لو كان عيدها، إنه الهيموغلوبين يتألف من جزيئتين من أو هو يتألف من زوجين من الجلوبين بوليبيبتايد، اللي غالبا يكون 2 ألفا و2 بيتا. كل جزيئة الهيموغلوبين هي جاية من كلمتين، من جزئين، الهيم والجلوبين. الهيم هو الجزء الرئيسي مالته، هو ما يسمى بالبورفرين، ويحتوي على ذرة حديد عادة نوع الفيروس ستيت، إلى قابلية الارتباط بذرة أكسجين. بالمحصلة النهائية في كل جزئية الهيموغلوبين أو الـ RBC إلى قابلية إنه يحمل فقط 4 ذرات من الأكسجين. الجزء الجلوبين يتألف من زوجين من الجلوبين تشين، أما 2 ألفا، غالبا هو يكون 2 ألفا و2 بيتا جلوبين. الصوت واضح عندكم طلاب عيني؟ طلابنا؟ نجي على الانيميا او اللي هو ما يسمى بالفقر الدم. الفقر الدم هو يعرف على as a reduction in the hemoglobin concentration of blood to less than 13.5 in adult male and less than 12 gram per deciliter in the adult female. اذا هو قله بتركيز الهيموغلوبين لاي سبب من الاسباب اللي كان. The normal hemoglobin level differs with age so that between 2 years and age الى till puberty الى سن البلوغ، الهيموغلوبين ليفل عاده يكون 11 جرام بير ديسيليتر از كونسيدرد از انيميا. اذا تنخفض النسبه بالنسبه للعمر من 2 الى عمر البلوغ، فال 11 جرام بير ديسيليتر يعتبر اللور نورمال ليفل، وايل ان ذا ادلت لايف الادلت ميل هو اقل نسبه هو 13.5، وبالنسبه للادلت فيميل از 12 جرام بير ديسيليتر. Newborn infant often have higher hemoglobin level, therefore the lower limit of the hemoglobin is considered as 14 gram per deciliter. Then the concentration of the hemoglobin or the level of the hemoglobin level differs according to the age. الانفنت اول ما يولد او الطفل الحديث الولاده يكون نسبه الهيموغلوبين ما تكون كلش عاليه، فتكون اللور ليميت هو 14 جرام بير ديسيليتر. نصعد من عمر 2 الى حد عمر البيوبرتي يكون اقل شيء هو 11، بينما بالادلت لا، راح يختلف بالنسبه للميل والفيميل. بالميل اقل نسبه هو 13.5 13.5 جرام بير ديسيليتر، وعلى الفيميل 12 جرام بير ديسيليتر من ادلت فيميل. Classification of the anemia. The most useful classification is one that based on the RBC indices that divides anemia into. هناك عدة أنواع من التقسيمات بالنسبة للأنيميا. قد يقسم هل هو congenital أو acquired، يقسم هل هو نتيجة لاختلاف تركيبة الهيموغلوبين أو اختلاف بتركيبة الـ RBC structure of the RBC. او بس اكثر كلاسيفيكيشن مهم بالحياه العمليه هو اللي يعتمد على تقسيم الار بي سي حسب الاندسيس او ما يسمى معاملات الكريات الحمر. حسب هذا التقسيم راح تقسم الانيميا الى اولا المايكروسيتيك هايبروكروميك انيميا، يعني معناها انه الكريات الحمر تكون مايكروسيتيك، معناها حجمها صغير، وهايبوكروميك يكون تركيز الهيموغلوبين بداخل الار بي سي يكون قليل، وبالتالي يكون لونها يكون باهت ويكون حجمها صغير. التقسيم الثاني عندما يكون نورموكروميك نورموسيتيك. نورموكروميك نورموسيتيك انيميا عندما حجمها يكون طبيعي وتركيز الهيموغلوبين يكون مالته ايضا كصبغه داخل الار بي سي يكون طبيعي، او يكون نورموكروميك ماكروسيتيك انيميا عندما يكون حجم الكريات الحمراء يكون كبير وتركيز الهيموغلوبين او صبغه الهيموغلوبين بالار بي سي نشوفه كانه مو طبيعي بس الاختلاف بالحجم.
الاندسز لازم نعرفه ولازم نحفظها بالنسبه ما يسمى بالام سي في اللي هو المين كورباسكولار فوليوم. المين كورباسكولار فوليوم اللي هو معناه حجم الكريه الحمراء لازم من 8 الى 96 الطبيعي. فاذا بالمايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا يكون حجم الكريه الحمراء مثل ما قلنا يكون صغير، فبالتالي يكون حجم اقل من 80. هذه الوحده يسمون بالسنتوليتر. المين كوربوسكولار هيموغلوبين، معدل تركيز الهيموغلوبين بكل كريه حمراء حوالي لازم 27 بيكوغرام. الانواع اللي تكون هي ضمن المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا او الديفرنشال دايجنوسيس اوف مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، عندنا الثلاسيميا او ما يسمى بفقر الدم البحر المتوسط، انيميا اوف كرونيك ديزيزز. طبعا اهم نوع هو الايرون ديفيشنسي انيميا، فقر الدم بسبب نقص الحديد. عندنا الثلاسيميا، عندنا انيميا اوف كرونيك ديزيزز في بعض الحالات، الليد بويزنينج وليس الليد، هي الليد بويزنينج معناها التسمم بماده الرصاص، والسيدروبلاستيك انيميا. هذه فيما يخص المايكروسيتيك انيميا. لازم البلاد اندسز نعرفها انه الام سي في مالتهم اقل من 80 فيمتوليتر، الام سي اتش يكون اقل من 27 بيكوغرام. ايضا عندنا الام سي اتش سي اللي هو المين كوربوسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن ايضا يكون قليل عندهم. نجي على النوع الثاني. بالنسبه للنوع الثاني من الانيميا هو النورموسيتيك نورموكروميك انيميا. المين كوربوسكولار فوليوم الام سي في حجمه طبيعي اللي هو 80 الى 95 فيمتوليتر. الام سي اتش المين كوربوسكولار هيموجلوبين، الام سي اتش مين كوربوسكولار هيموجلوبين اكثر من 27 بيكوغرام. الاسباب مالت النورموكروميك نورموسيتيك انيميا هي الهيموليتيك انيميا، الكثير من الهيموليتيك انيميا عن فقر الدم التحللي او التكسري، انيميا اوف كرونيك ديزيزز، الفقر الدم المصاحب للامراض المزمنه، افتر اكيوت بلاد لوس عاده ما يصير فقدان الكريات الحمر. شكل الار بي سي يكون طبيعي، وكميه الاكسجين كميه الهيموغلوبين بالار بي سي ايضا يكون طبيعي، وبالتالي الشكل يحافظ يبقى على الشكل الطبيعي. الميكس ديفيشنسيز يتمثل بال بي 12 عندما هناك الفوليت، عندما يكون الايرون كلها تكون تفقد بوقت واحد خاصه يعني في حالات سوء التغذيه الشديد. في حاله الرينال ديزيزز في امراض الكلى، البون مارو فيلر عندما هناك نخاع العظم يصير بفشل في انتاج الكريات الحمر مثل بوست كيموثيرابي، يعطى للمريض العلاج الكيميائي للسرطانات، او عندما هناك انفلتريشن اوف ذا بون مارو باي كارسينوما الى اخره، اي سبب يؤدي الى فشل البون مارو. الماكروسيتيك انيميا عندما يكون الام سي في مين كوربوسكولار فوليوم اكثر من 95 فمتليتر. الامثله المهمه عندنا الميغالوبلاستيك انيميا اللي هو مثل فيتامين بي 12 وفوليت ديفيشنسي، او النون ميغالوبلاستيك انيميا مثل في حاله الالكوهوليك اللي يتناولون كحول كميات كبيره، الليفر ديزيز امراض الكبد، المايلوديسبليشيا امراض النخاع العظم، الابلاستيك انيميا عندما هناك ايضا فشل في بعض الاحيان في البلاستيك انيميا راح يؤدي الى فشل وانتاج ايضا الماكروسيتيك انيميا. الام سي في ان بلاد اندسز ناخذها هو مثل المين كوربوسكولار فوليوم ميجرد باي فيم تو ليتر، النورمال رينج هو ما بين 80 ل 95 فيم تو ليتر. الام سي اتش المين سيل هيموجلوبين ميجرد باي بيكوغرام او بيكتوغرام، لازم يكون اكثر من 27 بيكوغرام او بيكتوغرام. الام سي اتش هو المين سيل هيموجلوبين كونسنتريشن كان بي كالكوليتد، نقدر انه خلال معادلة تقسيم الهيموغلوبين على البي سي في، عادة لازم تكون حوالي 30 إلى 35 جرام بير ديسيليتر. طبعا هو هسه بالطرق طبعا الحديثة هو اكو أجهزة خاصة لحساب ما يسمى بصورة الدم كومبليت بلاد بيكتشر، دائما يشوفون الأطباء يرسلون تحليل السي بي سي، مختصر السي بي سي كومبليت بلاد بيكتشر، او المختصر الثاني الى ما يسمى بالسي بي بي او كومبليت بلاد بيكتشر. فاما السي بي سي اللي كومبليت بلاد كونستريشن
او ما يسمى بالسي بي بي الكومبليت بلاد بيكتشر، هذا معناه هي صوره الدم تظهر بها لائحه ولسته بانواع الكريات البي والحمر والبليتلت وبعض الارقام الاخرى. فاذن البلد اندسز اللي على غرارها راح تفيدنا انه معرفه نوع الهيموغلوبين. طبعا هذا قد يكون التحليل هو عاده غير كافي لمعرفه انواع الانيميا، لان مثل ما قلنا كل نوع هناك اكثر من مرض يسوي لنا نفس صوره الدم او نفس التحاليل اللي تطلع نفس البلد اندسز. فاعتمادا على انه الام سي بي والام سي اتش راح تقسم الانيميا الى it's either microcytic hypochromic anemia macrocytic anemia or normochromic normocytic anemia. عندما ال MCV وال MCH اقل من الطبيعيات فراح يصير هناك normochromic معناه microcytic hypochromic anemia. عندما ال MCV وال MCH يكون ضمن الطبيعي راح نعتبره normochromic normocytic anemia. عندما يكون ال MCV اكثر من ال 95 فيمتو ليتر فراح يكون تعتبر كماكروسيتيك انيميا. الانيميا ايضا تقسم الى الباثوفيزيولوجي. احنا قلنا التقسيم الاول حسب البلاد اندسيس، التقسيم الثاني يقسم هل هي كونجنتال او اكواير. ف يعني اذا هناك الاكوايرد كوزز اوف او انيميا نتيجه لفشل بالبون مارو برودكشن فيقسم الى اما acquired or congenital. acquired يصير في حاله الابلاستيك انيميا، انيميا اوف لوكيميا، فقر الدم يصير مصاحبه لسرطان الدم، انيميا اسوشيتد with myelofibrosis تليف نخاع العظم، او البوست كيموثيرابي اند بوست irradiation. الميغالوبلاستيك انيميا ايضا هناك فشل في عاده في البون مارو برودكشن، او انيميا اوف كرونيك ديزيز هناك ايضا تاثر للبون مارو تاثرهم وراح يقل العمل للبون مارو. الانهيرتد بون مارو فيلر او بون مارو ديس اوردر يتمثل انه في حاله الثلاسيميا. اثنين انه الانيميا ريزلتد فروم انكريز ار بي سي ديستركشن اللي يصير نتيجه تكسر الكريات، ايضا مقسم الى اكوارد وكونجنتال. اكوارد مثل ميكانيكال هيموليتيك انيميا اللي هو الناس اللي عندهم مثلا صمامات القلب، عندما يمر كريات الحمر بهذه الصمامات الصناعيه راح يؤدي الى تكسيره، وبالتالي راح يؤدي من نوع من هيموليتيك انيميا، فقر الدم التحللي. اميون هيموليتيك انيميا عندما الجسم يبدي بانتاج اجسام مضاده مناعيه ضد الار بي سي ويهاجمها ويؤدي الى تكسيرها. الكيميكال انجري الفيزيكال انجري ايضا تؤدي الى تكسر الكريات الحمر. النوع الثاني من الهيموليتيك انيميا هو الهيرديتري كما في حاله الهيموغلوبينوباثيز، مثلا في السيكل سيل انيميا، فقر الدم المنجلي، السفيروسايتوسيس، تحول الكريات الار بي سي بدل البايو كونكيف يتحول الى سفيروسايت، كريات حمر كرويه عندما تمر بالكابيلاريز راح تؤدي الى تكسرها. جليكو 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسيز اللي هو جي 6 بي دي او مرض نقص هذا الانزيم اللي يؤدي الى تكسر الكريات الحمر عندما يتعرض الى اوكسيدنت فاكتورز كما في حاله تناول مادة الباجيلا. فهذا المعروف الشائع يسموه مرض الباجيلا، بس هناك أسباب أخرى تؤدي إلى تكسر الكريات الحمر نتيجة نقص الجي 6 بي دي كما في حالة الانفكشنز، في حالة الدراجز ممكن أيضا تؤدي بعض الدراجز تؤدي إلى تكسر الار بي سي إذا كان المريض عنده وراثة لنقص مادة الجي 6 بي دي انزيم موجود بالار بي سي. التقسيم الثالث فيما يخص الانيميا هو يصير نتيجه للبلاد لوس اند بلاد ريديستريبيوشن، كما في حاله يصير ان اكيوت بلاد لوس في حالات الجروح القويه والنزف الحاد يؤدي الى فقدان دم شديد، وكذلك في حاله الهايبرسبلينزم كبر حجم السبلين الطحال راح يؤدي الى ريديستريبيوشن اوف ذا ار بي سي وفقدان الدم من الدوره الدمويه وتخزنه بالداخل السبلين. إذا تقريبا هناك أربعة أنواع لتقسيمات الهيموغلوبين أو الكلاسيفيكيشن أو الهيموغلوبين.
النوع الاكثر شيوعا تقسيم الانيميا هو اعتمادا على البلاد اندسز، وقسمناه الى هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، الى نورموكروميك نورموسيتيك انيميا، اند نورموكروميك مايكروسيتيك انيميا. التقسيم الثاني هو حسب انتاج البون مارو، هل هناك اكوايرد اور كونجنتال بون مارو فيلر. التقسيم الثاني الى الهيمولوتيك انيميا، هل هناك هيمولوتيك انيميا او لا، اكو تكسر فقر دم او فقر دم تكسري او تحلدي، يقسم الى acquired و congenital. والتقسيم الثاني عندهم هناك اكو acute blood loss or blood redistribution. هذين الثلاث تقسيمات الاخيره هو يكونون classification according to the pathophysiology of the RBC. اوكي، الكلينيكال افكتس اوف ذا انيميا، شنو التاثيرات السريريه على المريض؟ شنو اللي يظهر على المريض؟ يعتمد اولا على الريت اند سيفيريتي اوف ذا هيموجلوبين ريدكشن، هل يعني سرعه المعدل والشديد، يعني الانسان اللي هو يفقد الدم نتيجه لعمليه جراحيه، نتيجه لحادث، نتيجه لجرح شديد، طبعا الفقدان راح يكون سريع، وبالتالي تاثيره تحوله من شخص اعتيادي الى شخص عنده فقر دم راح تظهر الاعراض بسرعه، بينما الناس اللي عندهم نقصان الدم يكون بشكل تدريجي، لا طبعا الاعراض تكون تدريجي واحيانا حتى المريض ما يحس بيه. السبب الثاني او التاثير الثاني يعتمد على الابيلتي اوف ذا كاردياك اند ريسبارت سيستم تو كومبنسيت، يعني الناس اللي اصحاء حتى لو فقد الدم كميه معينه ما راح تظهر عليه اعراض شديده، او قد تكون الاعراض طفيفه، بس الناس اللي عندهم مثلا مشاكل بالقلب من تصلب شرايين، عجز قلب، الجلطة القلبية، انسدادات الشرايين. كذلك الناس اللي عندهم مشاكل بالتنفس قد يكونون الربو أو الأمراض الرئتين، راح مجرد أنيميا بسيطة راح تظهر أعراض شديدة، وراح تزداد عندهم أعراض ضيق النفس والخفقان. الفيتشرز تعتمد ايضا الفيتشرز اوف ذا underlying ديفكت ذات ريزلت ان انيميا، يعتمد على السبب الرئيسي اللي ادى الى الانيميا، هل هناك فقدان دم؟ هل هو فقر الدم بسبب نقص الحديد؟ هل هو مرض مزمن مثل ثلاسيميا؟ هل هو مصاحب لامراض اخرى من الكرونيك ديزيزز؟ هل هناك اكو رينال فيلر؟ فاذا الكلينيكال افكتس اوف ذا انيميا ار نوت يونيفورم تو ايتش فور اول بيشنتس، بت ذي ديبند اون سيفرال فاكتورز، مثل ما قلنا الـ rate and severity of the hemoglobin reduction, the ability of the cardiac and respiratory system to compensate, the features of the underlying defect اللي أدت إلى الأنيميا. فإذا ثلاث محاور أساسية تحدد تأثيرات نقصان الهيموغلوبين ونقصان وحدوث الأنيميا. راح نناقش الانواع بصوره سريعه، طبعا ما نقدر نناقش كل الانواع، راح ناخذ الانواع الموست كومن تايب. النوع الاكثر شيوعا عندما يتبادر الى الذهن هو الايرون ديفيشنسي انيميا، هو مرض نقص الحديد وبالتالي فقر الدم اللي سببه نقص الحديد. مثل ما قلنا بدايه المحاضره الايرون ديفيشنسي انيميا من يا نوع يكون من نوع الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. It's characterized by presence of hypochromic يعني pale cells, microcytic small RBC in the blood. The iron deficiency anemia will reduce all the blood RBC indices يعني يقلل ال MCV وال MCH وال MCHC. يعني من نعمة complete blood picture أو complete blood count راح نشوف إنه كل ال blood indices ويا ال iron deficiency anemia تكون قليلة. يعني احنا بنشوف تجينا تقرير صوره الدم، اول ما نشوف نسبه بيه تظهر عدد الار بي سي، تظهر عدد الوايت بي سي، انواع الوايت بي سي وانواع البلد اندسز اللي يكون مصاحبه له، وكذلك البليتلت كاونت. ف اول ما عندما نشوف مريض عنده فقر دم نشوف الهيموجلوبين قليل، ايضا لازم عينا راسا تروح مباشره على البلد اندسز اللي تكون موجوده ب صوره التحليل. فنشوف في حاله الايرون ديفيشنسي اني ما راح يكون هناك الام سي في، الام سي اتش، الام سي اتش تكون نسبته قليله. جدا مهم نعرف انه الابزوربشن اوف ذا ايرون، الابزوربشن اوف ذا ايرون ماده الحديد عاده تكون
بمنطقة الديودينم، الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، عندما طبعا أكثر مصدر للحديد بالغذاء هو عادة يأتي من البروتينات الحيوانية وبنسبة أقل من البروتينات النباتية، يعني الأكل الحيواني من لحوم الأبقار، لحوم الأغنام، لحوم الدجاج، السمك، أكثر من البروتين النباتي، أكثر من البروتينات النباتية امتصاصا وتمثيلا داخل الجسم. مثل ما قلنا الابسوربشن اوف ذا ايرون يصير منطقه الديودينم. في اي مرض منطقه الامعاء الدقيقه يؤدي الى نقص الامتصاص الحديد، وبالتالي راح يكون هناك نقص في بالتالي نقص في تركيبه او تركيز الحديد داخل الجسم، وبالتالي راح يؤدي الى فقر الدم من نوع نقص الحديد. فتشترك بيه طبعا تشترك بعدة انزيمات موجودة على سطح الخلايا المبطنة للأمعاء في منطقة الديودينم متمثلة بالسيتوكروم بي. بالنسبة للهيم ايرون اللي يجي عن طريق الأغذية الحيوانية مثل ما قلنا راح يصير بيه امتصاص سريع، بينما اللي تيجي عادة من مصادر غير حيوانية راح يؤدي إلى لازم يتحول من الفرك الى الفرس ستيت حتى يصير بيه ابزوربشن. ويشترك بيه اكو انزيم يسموه بالان دي تي 1 اللي هو راح يصير هناك امتصاص بداخل ماده الحديد بداخل الخلايا المبطنه للامعاء الدقيقه. بالنسبه للعاده هناك راح يصير خزين بداخل هذه الكريات، فمباشر هنا راح يصير اذا اكو زياده في عدد او تركيز الحديد قد يطرح موضعيا بدون ما يصير امتصاص فيه. هذا من اللي يحدده شلون تتحسس الكريه الخلايا المبطنه للامعاء او الابيثيليوم ميوكوزال ابيثيليوم اوف ذا ديودينم عن طريق تاثيرات ما يسمى ماده الهبسيدين، ياثر على جزيئه موجوده على السل سيرفيس اوف ذا انتستاينال ابيثيليوم اللي هو على الفيروبروتين. الحديد عندما يريد ياخذ الجسم راح يرتبط ببروتين حتى ينقل الحديد، طبعا لازم يرجع من الفرس الى الفرك ستيت ياخذه، بعدين ترتبط ويا ماده الترانسفيرين، ترانسفيرين يوديه للبون مارو حتى يساهم في انتاج الكريات الحمر. اذا وايضا طبعا قسم من عندما يروح للليفر، الليفر اذا شاف اكو تركيز عالي للحديد الموجود بالجسم او الانسان اللي ياكل لحوم كثيره راح تنفرز ماده ما يسمى بالهبسيدين، هاي الهبسيدين تكون مثبطه لامتصاص الحديد. مثبطه لامتصاص الحديد ومثبطه لماده الفيروبورتين اللي هو تساهم بامتصاص الحديد وارتباطه للترانسفيرين. فاذا احيانا النقص او فقر الدم بسبب نقص الحديد، السبب الرئيسي طبعا هو يكون بسبب قله تناول البروتينات، خاصة البروتينات الحيوانية اللي تحتوي على الايرون كما في حالة المناطق الفقيرة بالعالم. العراق عندما مر بمرحلة الحصار في التسعينات اصبحت اسعار اللحوم بالنسبة لقدرة المواطن الشرائي كانت عالية جدا، فبالتالي ادى الى نقص في تناول المواطن العراقي للحوم، ادى الى انتشار مرض فقر الدم بسبب نقص الحديد الايرون ديفيشنسي انيميا بسبب قله تناول تناول البروتينات. ولكن ايضا هناك اسباب اخرى، قد يكون الطعام يحتوي على كميه حديد عاليه ولكن اكو مشكله بالجهاز الهضمي، اما متمثله بدايه بامراض المعده وحامضية المعدة، ثانيا انه اكو مشاكل بالديودينم الجزء الاول من الاثني عشري كانه قد يكون هناك اورام، قد يكون اكو التهابات مزمنة، اصابته بالطفيليات مثل الجياردية، اصابته بالباراسايت مثل الديدان المختلفة، هذا كله راح يؤدي الى تأثر الحديد بداخل الجسم. بعدين عندنا احيانا اكو بعض الكونجنتال ابنورمالتي اوف ذا ماشينري انزيمز اوف ذا ديودينال انتيروسايت، يعني الانزيمات اللي تساهم بامتصاص الحديد
من الأمعاء الدقيقة أو جدار الأمعاء الدقيقة قد يكون بها مشكلة وراثية تؤدي إلى نقص امتصاص الحديد. بعدين عندما يذهب إلى الحديد يذهب إلى مجرى الدم، أحيانا هناك أكو نقص مادة الترانسفيرين اللي هو ناقلة للحديد، وبالتالي حتى لو موجود الحديد بوفرة وقلة الناقل إلا ما راح يكون هناك أكو نقل للحديد إلى البون مارو حتى يتم صناعته. بعدين أمراض البون مارو أيضا قد تؤدي وجود وفرة من الحديد بس ماكو إنتاج أو ماكو عدم استغلال للحديد بسبب أكو أمراض بالبون مارو. كذلك إنه الكونجنتال أنوملي أحيانا بعض إنتاج الهبسيدين عالي بصورة غير طبيعية أيضا يؤدي إلى توقف امتصاص الحديد. فإذا الحديد صحيح السبب الرئيسي هو قلة تناول البروتينات وقلة وصول الحديد إلى الأمعاء، ولكن هناك أيضا أمراض أخرى وأسباب أخرى تؤدي إلى نقص في أما امتصاص الحديد أو نقل الحديد أو استغلاله، أو بسبب أمراض الكبد المختلفة تؤدي إلى توقف لسحب الحديد من الغذاء اللي موجود. طبعا أحيانا بعض العادات السيئة مثل شرب الشاي بكثرة بعد أكل الوجبات يؤدي إلى منع لامتصاص الحديد من الغذاء. الدايتري ايرون بالنسبه للحديد اللي موجود بالطعام، the iron content and the proportion absorbed differ from food to food. اذا مثل ما قلنا احنا اختلافات كميات الحديد اللي موجوده بالاطعمه المختلفه، الاطعمه الحيوانيه تختلف عن الاطعمه النباتيه. In general meat and specially the liver، عندما واحد يتناول الكبد يكون احسن مصدر للحديد، ولهذا دائما سامعين انه الانسان اللي عنده فقر دم بسبب نقص الحديد يقولوا له اكل الكبد كثرة لأنه احتواءه ويكون مادة غنية بالحديد. كذلك البيض، الحليب، الفيجيتابلز، ولكن أذن يكون كميات أقل. حوالي ايش قد ما ياكل الانسان حوالي فقط 5 الى 10% من الايرون از او الموجود بالطعام از absorbed and this may be increased to 20 to 30% in increase in demand. في حالات الطبيعية فقط 5 الى 10% من الحديد اللي موجود بالطعام يتم امتصاصه، وهذه النسبة ممكن انه تزيد الى حوالي 20 الى 30% اذا كان الجسم محتاج الى مادة الحديد. اذا امتصاص الحديد هو ايضا مو معادلة ثابتة، وانما معادلة متغيرة ونسب متغيرة، وتكون الامعاء الخلايا المبطنة الامعاء الدقيقة في منطقة الديودنم ايضا تكون متغيرة حسب حاجة الجسم. بسبب وصولها اشارات معينه من الجسم تنفرز من الكبد مثل ما قلنا ماده الهبسيدين هي اللي تتحكم بمدى امتصاص الخلايا المبطنه للامعاء لماده الحديد. The amount of the iron required daily differs with age and sex and it's highest in pregnancy, adults and menstruating females. Therefore, these groups are likely to develop iron deficiency. معناه انه كميه الحديد اللي يحتاج الانسان تختلف من انسان الى انسان، تختلف من المراه والرجل، وتختلف ايضا حسب العمر. اكثر فتره زمنيه يحتاجها الانسان للحديد يصير في حالات البريجننسي بالنسبه للفيميل، حالات اثناء المراه الحامل، والادولت سنس عندما مرحله البلوغ او مرحله الشباب، لانه جسم الانسان يحتاج عمليه صناعته فيحتاج الى كل المكونات ما فيها الحديد، وكذلك في حاله المنستريتنج فيميلز اثناء المرأة تفقد دم أثناء الفترة الشهرية فتحتاج إلى تعويض لمادة الحديد. الأيرون أبزوربشن، أيرون أبزوربشن occurs through the duodenum. The absorption is enhanced by acidic pH and by vitamin C. ولهذا ننصح المرضى اللي عندهم دائما فقر دم عندما يتناولون أقراص الحديد أو الأكل عادة أنه يكون مصدر لفيتامين سي، كان يكون البرتقال أو الليمون. كذلك الامتصاص الحديد يحتاج الاسيتيك بي اتش، الوسط الحامضي اللي هو نتيجه لافراز الحامض المعده. فلهذا احنا مثل ما قلنا قبل شويه انه امراض المعده وقله انتاج الحامض المعده يؤدي الى قله بامتصاص الحديد. امتصاص الحديد يمنع احنا قلنا يزداد بالاسيتيك بي اتش، ولكن اذا صار الكلاين بي اتش ممكن انه ما يصير امتصاص فيه. كذلك بعض الاغذيه مثل
ماده التينيتس اللي موجوده بالتي في الشب. After absorption, iron is carried out. عندما يدخل ال duodenal cells أو duodenal enterocyte يتم نقله إلى الدم عن طريق the transferrin to the bone marrow erythroid cells where it will be used to for synthesis of the hemoglobin. ورم يتم امتصاصه من داخل the duodenal cells يتم نقله بمجرى الدم عن طريق the transferrin من اسمه ترانس يعني ناقل فرين هو حديد فإذا الناقل الحديد هو عبارة عن بروتين موجودة بالبلازما أو بالدم يتم نقله إلى مادة نخاع العظم حتى يتم صناعة الار بي سي. عندما تكتمل صناعة الكريات الحمر داخل البون مارو تقريبا اللايف سبان مالتها أو العمر الافتراضي للكريات الحمر مثل ما تعرفون حوالي 120 يوم. الأرثروسايتس راح تبدي ورمة ينتي تشيخ وتوصل إلى عمر متأخر راح يتم engulf by microphage in the reticuloendothelial system خاصة في السبلين بالطحال. الايرون اللي هو متحرر من تكسر الـ RBC ذات العمر الكبير أو المسنة لا راح يعاد تدويره بداخل الجسم يتم نقله بالبلازما يصبح أيضا يرجع ينتقل إلى الترانسفيرين ويعيد لنا السايكل مرة ثانية. عادة الحديد إذا صار عندنا وفرة مادة الحديد عادة يتم خزنه بالكبد ولهذا إحنا قلنا مرة ثانية كل الحيوانات يكون الحديد يتم خزنه في مناطق متعددة من الجسم ولكن أكثر مادة أو أكثر أورجان يتم بخزن الحديد هو الليفر ولهذا تناول الكبد من مصادر حيوانية يكون غني بالحديد. نجي جدا مهم نعرف شنو اسباب الايرون ديفيشنسي يعني اولا الكرونيك بلاد لوس عندما هناك عندنا فقدان دم وبصوره مزمنه خاصه من جاسترونتستينال تراكت مثلا في حاله القرحه النازفه البليدنج بيبتيك ألسر واي سبب مثلا يؤدي في حالات اليوتراين بليدنج ان فيميلز بعض امراض الرحم يؤدي الى فقدان دم مستمر ايضا راح يؤدي الى فقدان الحديد أو هناك زيادة بالديماند يعني هناك زيادة بالطلب أما فقدان أو زيادة بالطلب زيادة بالطلب كما يصير في حالة البريجنسي أو بالأدولسنت مثل ما قلنا أو مال أبزوربشن كما في حالة عملية رفع المعدة لأسباب متعددة تخمين معدة أو في حالات لا سمح الله سرطانات الدم أو القرحة النازفة بالمعدة يضطرون إلى استئصال جزء من المعدة هذا راح يؤدي إلى فقدان قابلية المعدة على إنتاج الحامض وبالتالي راح يؤثر على absorption of the iron وطبعا السبب المعروف تقريبا اكثر سبب هو البور دايت عندما الغذاء الغير صحي الغذاء اللي يحتوي على البروتينات اللي تحتوي على الحديد يؤدي الى نقص مادة الحديد. زين شنو اللابوراتوري فايندينجز اللي ممكن نشوفها في حالات الفقر الدم بسبب نقص الحديد عندما عندنا complete blood picture واهم شيء لازم نشوف صوره اندز للمريض صوره الدم ونشوف الار بي سي اندسس راح نشوف انه الار بي سي راح نشوف اكو ديكريز بالبلد اندسس مثل بالام سي بي والام سي اتش والام سي اتش سي البلد فيلم شو اذا سوينا بلد فيلم فيلم الدم عندما يتم نشر الدم على سلايد ويتم فحصه تحت المجهر راح نشوف الخلايا الحمر تكون هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا كذلك هناك اختلافات باحجام وشكل الخلية نسميه بالأنيسو بويكلوسايتوسيس أكو اختلافات بحجم وشكل الـ RBC بين خلية وخلية تكون مختلفة طبعا أيضا نحتاج أنه نعمل سيرم آيرن والتوتال آيرن بايندينج كاباسيتي السيرم آيرن راح يكون نسبة قليلة بالدم والتوتال آيرن بايندينج كاباسيتي تكون عالية لأنه معناه كريات الحمر تريد RBC تريد آيرن فيكون قابلية الهيموغلوبين على ارتباط الايرون تكون عالية سيرم فيريتين طبعا يكون قليلة الانفستيكيشن فور ذا كوز اوف ذا ايرون ديفيشنسي ايضا ضروري اذا شكينا هناك أو امراض مصاحبة لفقر الدم بسبب نقص الحديد ايضا راح ضروري مثلا نعمل تحليل الخروج حتى نشوف لانه ليكون الامعاء مصابة بامراض طفيلية او امراض باراسيتيك انفكشن قد تؤدي او تؤثر على امتصاص الحديد. يعني بالاضافه الى انه احنا عرفنا اوكي تشخيص انه هذه الكريات الحمر
بسبب او الانيميا هو سبب نقص الحديد، لازم نعرف نحاول نعرف السبب اللي ادى الى الايرون ديفيشنسي انيميا حتى نبدي العلاج. فمهم جدا انه من يجي مريض، يعني انتم مثلا اذا يجيكم مريض بعياده طب الاسنان لازم تبدون تاخذون هيستوري، لازم تعرفون عنده نوع من عنده انيميا، اذا كانت الانيميا حاول تعرفون ترشدوه، اذا ما كان يعرف المريض انه فقط عنده انيميا وما يعرف شنو نوعها لازم انه ترشدوه، لازم تقولوا له انه الفقر الدم لازم هناك عده انواع، صحيح اكثر نوع شيوعا هو نقص الحديد، يعني احنا مو كل مريض عنده يشوف الهيموغلوبين قليل ندزه فقط تحليل الهيموغلوبين البسيط، لازم نحاول نعرف الهيموغلوبين هذا ليش قليل، واذا كان فتره مزمنه نحاول نبحث عن سبب، ناخذ هيستوري بسيط من عنده نعرف عنده مصدر لفقدان الدم او لا، عنده نزف، عنده نزف عن طريق الجهاز الهضمي، نزف عن طريق المجاري البوليه، نزف عن طريق المجاري النسائيه، لازم ناخذ اكو فاميلي هيستوري عنده من ناحيه الانيميا بصوره عامه او لا، نشوف مثلا نحاول بطريقه غير مباشره نعرف نوعية الغذاء اللي يتناوله المريض، ومع أن هذا لازم بعدين إنه نسوي له تحاليل الضرورية خاصة الكومبليت بلاد بيكتشر والسيرم فيريتين والتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي والسيرم فيريتين، هذين جدا مهمات نعرف إنه من خلاله هل هناك أكو نقص بالحديد وبالتالي يتم معالجته بأقراص أو مكونات الحديد، يعني مو كل مريض لازم أول ما يجي عنده هيموغلوبين قليل رأسا نرفض ونعطيه مستحضرات الحديد، بالتالي اذا كان عنده الحديد طبيعي وضفت له انت حديد اضافي راح يصير عنده تسمم بالحديد. هذه شكل الار بي سي الطبيعيه يسموه بالبايو كونكيف شيب، يكون السنترال مالتها يكون تقريبا بيل والهيموغلوبين وكانه متجمع حول الاطراف فيكون شكله شكل القرص. هذا من ناحيه المنظر العمودي للار بي سي، وللمنظر الافقي او الجانبي راح تظهر هنا بايو كونكيف شيب، تكون مضغوط الار بي سي من الوسط ومتوزع الهيموغلوبين على الاطراف، فلهذا نشوفه بهذا المنظر. طبعا دائما عندما نريد نناقش او نقارن حجم الار بي سي بصوره اوليه انه لازم اكو يعني عندنا ار وايت بي سي قريه حمراء خاصه قريه بيضاء خاصه من نوع الليمفوسات حتى يتم تقريبا مقارنتها، لان تقريبا حجمها متقارب ما بين الوايت بي سي والليمفوسايت والار بي سي. الايرون ديفيشنسي انيميا تشوف انه بدات تكون حجمها اصغر، طبعا مثل ما قلنا اكو اختلافات بالاحجام بالاشكال، ولكن اغلب الكريات الحمر هنا بتكون تقريبا تركيز الهيموغلوبين او صبغه الهيموغلوبين بداخل الار بي سي تكون نسبتها جدا قليله وتكون لونها فاتحه، واغلب الخلايا يكون حجمها صغير، فاذا صارت هايبوكروميك يعني باهته اللون بيل ان كلر ان كلر اند تكون حجمها صغير يعني مايكروسيتيك اقل من 85 سنتيمتر. خلصنا النوع الاول من الانيميا اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا، قلنا من نوع الهايبوكروميك مايكروسيتيك تمتاز انه كل البلد اندسز مالتها تكون قليله، الام سي اتش ام سي بي ام سي اتش سي عاده يكون السبب هو نقص تناول الحديد، ولكن مثل ما قلنا اكو اسباب اخرى لنقص الحديد بسبب هناك امتصاص يكون بطيء او مشكله في نقل الحديد نفسه بداخل البلد. نتحول للنوع الثاني من الانيميا اوف كرونيك ديزيزز، الفقر الدم المصاحب للامراض المزمنه. One of the most common anemias that occur in patients with many inflammatory and malignant diseases. It may be either normochromic normocytic or slightly hypochromic microcytic anemia. الفقر الدم اللي هو مصاحب للكرونيك ديزيز عادة يكون من نوع نورموكروميك نورموسيتيك، ولكن أحيانا أيضا يكون هايبوكروميك مايكروسيتيك أنيميا. الباثوجينيس is related to defect in the release of the iron from the macrophage to plasma. Also there is reduction in the RBC lifespan. ليش يصير فقر دم في حالات الأمراض المزمنة مثل الأمراض الالتهابية والأمراض السرطانية؟ بسبب إنه الماكروفيج ما تحرر الأيرون بصورة طبيعية وحتى يتم استغلاله مرة ثانية،
كذلك الار بي سي تكون في حالات الكرونيك ديزيز لايف سبان مالته قليل ويؤدي الى ديستركشن. وهناك ايضا هناك قله بهرمون الارثروبويتين، استجابه الارثروبويتين عندما هناك اكو انيميا. الارثروبويتين تعرفون هو هرمون ينفرز عندما هناك يصير نقص في ماده الهيموغلوبين، لاي سبب من الاسباب يؤدي الى تحفيز البون مورا حتى يتم صناعه كريات الحمر. ولكن بالكرونيك ديزيز هذا الارثروبويتين هرمون يكون قليل، تتدخل بنتيجه دخول بعض الانفلاماتوري سايتوكاينز اللي مثل تيومر نيكروسيس فاكتور تي ان اف انترلوكين 1 تاثير على الارثروبويسيس، تاثير على النخاع العظم، فما يتم انتاج كريات الحمر بالكميه المطلوبه. هذه يصير في حالات او هذه الشروط تصير في الامور المصاحبه للامراض السرطانيه او الامراض الالتهابيه. ثلاث اشياء، هناك قله بتحرير الايرون من الماكروفيج عندما تاكل الماكروفيج الار بي سي المسنه، كذلك اللايف سبان المعدل العمري للار بي سي يكون نسبته قليله، كذلك هناك قله بالارثروبويتين وتاثير الارثروبويتين على البون مورا حتى يتم انتاج الكريات الحمر. مثل ما قلنا الكرونيك ديزيزز او الانيميا اوف كرونيك ديزيز تكون عاده نورموكروميك نورموسيتيك او قد تكون بنسبه اقل هايبوكروميك مايكروسيتيك. النوع الاكثر شيوعا الثالث بعد الايرون ديفيشنسي انيميا والانيميا اوف كرونيك ديزيزز عندنا ما يسمى بالميغالوبلاستيك انيميا. ميغالوبلاستيك انيميا احنا هي احد انواع الماكروسيتيك انيميا. الماكروسيتيك انيميا تقسم الى ميغالوبلاستيك انيميا اند نون ميغالوبلاستيك انيميا. ميغالوبلاستيك انيميا هناك عندما يكون حجم الار بي سي يكون كبير، هي مثل ما قلنا احد انواع الماكروسيتيك انيميا، معنى حجم الماكرو معناه كبير، فحجم الار بي سي يكون كبير اكثر من 95 فمتليتر. في حاله الميغالوبلاستيك انيميا هناك اكو قله بانتاج الدي ان اي بالمواد اللي تدخل في صناعه الدي ان اي خاصه بالار بي سي، وبالتالي راح يكون هناك اختلافات في حجم الكريات الحمر. الميغالوبلاستيك انيميا البون مورو ارثروبلاست شو كاركترستيك فيتشرز ذات نيوكليير ماتوريشن از ديليد ان كومباريزن تو ذا سيتوبلازم اند ذس ديلي از كوزد باي ديفكت ان ذا دي ان اي سينثيسيس اند ذس دي ان اي سينثيسيس ويش ديبندز اون تو ماتيريالز ويش ار ذا فيتامين بي 12 اور ذا فوليت and the deficiency of the vitamin B12 and folate deficiency will cause this delay in the maturation of the DNA of the erythroblast. يعني قلة مادة الفيتامين B12 أو مادة الفوليت راح يؤدي، اللي طبعا هاتين يساهمن في صناعة الـ DNA للأرثروبلاست الخلايا المكونة للكريات الحمر. هذا قله الانتاج للدي ان اي راح يصاحبه وياه اكو ديلي او تاخر بالماتوريشن بنضوج الدي ان اي اللي خاص بالخلايا الام المكونه للكريات الحمر. ميغالوبلاستيك انيميا مي اوثر ريزلت فروم دراجز ذات انترفير وذ الدي ان اي سينثيسيس مثل حالات السايتوكسيك دراجز. استخدام الادويه المضاده للسرطانات راح تساهم قله الفوليت وبالتالي راح تؤدي الى ظهور الميغالوبلاستيك انيميا. أول سبب لظهور الميغالوبلاستيك أنيميا هو قلة بمادة الفيتامين بي 12 أو الكوبالامين. كوبالامين is the vitamin B12 mainly found in food of animal origin like liver, meat, fish, milk, but also it's found in some other materials. After ingestion, vitamin B12 is bound to glycoprotein. Intrinsic factor. هذا الانترنسيك فاكتور اللي هو يتم صناعته بالبارايتال سيلز اوف ذا ستومك اوف ذا جاستريك ميوكوزا. الكومبينيشن اوف ذا انترنسيك فاكتور فيتامين بي 12 راح يفوت علما للإيليوم الجزء الاخير من الامعاء الدقيقه. احنا سجلنا قبل شويه الحديد يتم امتصاصه من الديودينم اللي هو الجزء الاول من الامعاء
الدقيقة، بينما مادة الفيتامين بي 12 يتم امتصاصها بالجزء الأخير من الإليا. Scopolamine deficiency can cause a progressive neuropathy affecting the peripheral sensory nerves and the posterior and lateral columns of the spinal column. يعني المادة الفيتامين بي 12 بالإضافة لأهميتها في إنتاج الـ DNA لمختلف أنواع الخلايا جسم الإنسان وخاصة الـ RBC، ولكن أيضا هو نقص هذه المادة يؤدي إلى فشل أو خلل بإنتاج أو صناعة الأعصاب، ولهذا المريض يبدأ يشعر بأعراض تتمثل بالخدر، الحرارة، ضعف الأعصاب، ضعف الأعضاء الحركية بسبب تأثيره على تركيبة الأعصاب المحيطية. مادة الفوليت، dietary folates are absorbed in the upper small intestine، أيضا موجودة بالديدنم، إذا صار عندنا مادة يتم امتصاصها. ايضا مثل الحديد الفوليت يكون هو والايرون يكون امتصاصه بالجيجنوم، بينما الفيتامين بي 12 يكون امتصاصه بالالي. فوليت ار نيدد ان ماني كيميكال ريأكشنز ان ذا بودي، ولكن اهميته هو في صناعه البيورين للدي ان اي. اختفاء الفوليت وقله الفيتامين بي 12 يؤدي الى نوع من الانيميا يسمى بالميغالوبلاستيك انيميا، اللي هي احد انواع الماكروسيتيك انيميا، عندما يكون حجم الار بي سي يكون اكبر من الطبيعي. طلابنا لحد هالنقطه هاي اكو شيء غامض؟ اكو شيء ما مفتهمي؟ عندكم سؤال؟ بالنسبة للجدول اللي أول جدول ظهر بالمحاضرة، اللي أحد الأنواع الفقر الدم، حفظ، إيه نعم حفظ، لأن ضروري جدا نعرف، لأن طبعا مو كل الأمراض المهمة تم تضمينها بهذا الجدول اللي هو كل نوع من أنواع الفقر الدم. عندكم سؤال؟ أنا نكمل عين المحاضرة. هسه مثل ما قلنا المراجعة بسيطة، الهيموغلوبين يتألف من هيموغلوبين، الهيم هو مادة بورفرين. هناك أربعة أجزاء من الهيم ترتبط إلى الجلوبين. هاي الهيم تحتوي على أربع ذرات من الحديد، وكل ذرة من الحديد تستطيع أن تحمل ذرة واحدة من الأكسجين، وبالتالي أنه جزيئة الهيموغلوبين راح تستطيع أن تحمل أربع ذرات من الأكسجين. عندنا بالنسبة لجزء الجلوبين اللي هو جزء البروتيني، عادة يتألف من زوجين من الجزيئات البروتين اللي غالبا يكون من نوع 2 الفا و2 بيتا. عرفنا انواع الفقر، انواع الهيموغلوبين، احنا قلنا اغلب الانواع بالادلت لايف هو من نوع الهيموغلوبين اي او الاي 1 يسمى، بشكل انه حوالي 95 او 98%. الهيموغلوبين اي 2 اللي يتالف من 2 الفا و2 دلتا، الهيموغلوبين اف اللي يتالف من 2 الفا و2 جاما. التغيير بهذه النسب عادة يشير إلى وجود أمراض معينة، خاصة الأمراض الوراثية. عرفنا الأنيميا، ذكرنا أنه الأنيميا تتألف من أربعة أجزاء أو أربعة أنواع، أما أو أربع تقسيمات، four classifications. First
it depends on the blood indices. قسمناه على الغرارة. الـ blood indices اللي قلنا الـ MCH اللي هو mean corpuscular hemoglobin، الـ MCV mean corpuscular volume، والـ MCHC اللي هو mean corpuscular hemoglobin concentration. على غرارة قسمت الأنيميا إلى hypochromic macrocytic anemia، normochromic normocytic anemia، أو normocytic macrocytic anemia. التقسيم الثاني اللي قسمناه حسب الباثوفيزيولوجي اللي هو قلنا أما هناك official بإنتاج البون مارو، قسمناه إلى acquired congenital، أو قسمنا التقسيم أو الجزء الثالث من التقسيمات هو هل هناك اكو هيموليتيك انيميا او لا، ايضا تقسم الى هيموليتيك واكواير. وبعدين هناك التقسيم فيما يخص انه مصاحب دي كرونيك ديزيزز. او اخذنا اول نوع الايرون ديفيشنسي انيميا اللي هو مثل ما قلنا بسبب قله ماده الحديد، غالبا بسبب قله تناول الاغذيه اللي تحتوي على الحديد. يتم امتصاص الحديد من ماده او جزء الديجنوم اللي هو اعلى الجهه الامعاء الدقيقه، يتم نقله بالبلازما عن طريق الترانسفيرين الى البون مارو حتى معمل اللي هو مثل معمل انتاج كل انواع اجزاء الدم من ضمنها الار بي سي. ذكرنا اسباب ليش يصير الايرون ديفيشنسي انيميا، قلنا اهم نوع هو قله تناول الاغذيه، يعني في حاله بور بيشنت او الناس اللي يكونوا فقيرين، فكمية البروتين اللي ياكلوه بروتين الحيوان يكون سته قليله، وبالتالي راح يصير هناك قله بانتاج الحديد. كذلك هناك اكو مشاكل بامتصاص الحديد، او مثل ما قلنا اكو مشاكل بالمعده لانه الحديد يحتاج الى وسط حامض حتى يتم الامتصاص امتصاص الحديد من الديودينم. او هناك مشاكل بالنواقل البروتينيه الموجوده بالبلازما اللي مثلا ترانسفيرين في نقل الحديد. تحولنا بعدين الى الميجالوبلاستيك انيميا اللي قلنا هي احد انواع الماكروسيتيك انيميا، اللي هو يكون سبب نقص بالفيتامين بي 12 او ماده الفوليت اللي يتساهم في صناعه الدي ان اي، وبالتالي انه راح تكون هناك مشكله في صناعة الـ DNA للميغالوبلاست اللي هو أو الأريثروبلاست الخلايا الأم المكونة للـ RBC، ويؤدي إلى هناك أكو ديلي، وبعدين هناك راح يصير أكو مشكلة بالـ cell membrane of these RBC، يؤدي إلى يكون حجمها يكون كبير. النوع الآخر إحنا قلنا المادة الفيتامين بي 12 يصير امتصاصها من الهيليوم من الجزء الاخير من الامعاء الدقيقه، بينما الفوليت يتم صناعته في الجزء الاعلى من السمول انتستين. زين هسه لو نجي اسباب الفيتامين بي 12، حاله مثل الحديد عاده يكون هناك نوتريشنال ديفيشنسي خاصه بالفيجيتيريان، هذول اللي ياكلون فقط يعتمدون على المصادر النباتيه، لانه عاده الفيتامين بي 12 هو موجود يكون غني موجود بالاكلات الحيوانيه او المصدر الحيواني، بينما المصادر النباتيه يكون نسبه قليله. لهذا الناس اللي تعتمد فقط على نظام غذائي نباتي يكون عند عاده يكون فقيرين بالبي 12. او السبب الثاني هو مو بسبب قله التناول الفيتامين بي 12، وانما بسبب المال ابسوربشن، هناك سوء امتصاص يصير مثلا بالغاستريك كوزز، مثل ما قلنا انه اي مرض بالمعده راح يؤدي الى قله انتاج الانترنسيف فاكتور من البرايتال سيلز، وبالتالي اذا الفيتامين بي 12 حتى لو موجود بالطعام وما لقى الانترنسيف فاكتور هذا ما راح يصير، يعني هذا الكومبينيشن ما راح يكون موجود، وبالتالي ما راح يصير امتصاص للفيتامين بي 12. الانتستينال كوزز كما في حاله الانتستينال ستاجننت لوب سندروم، الايديال ريسكشن لان قلنا احنا امتصاص البي 12 من الايديوم، كرون ديزيز اللي هو احد انواع الكرونيك انفلاماتوري باول ديزيز، الفيش تيب بورن انفكشن، الامراض الطفيليه والديدان اللي موجود تكون بالامعاء الدقيقه راح تؤدي الى امتصاص قله امتصاص الفيتامين بي. اسباب الفوليت ديفيشنسي كذلك النيوتريشنال ديفيشنسي خاصه بالاولد بيشنت بالبوفرتي الفقر ديورنج فاماين تشيلدرين هو كونسيوم جودز ميلك، اللي بعضهم يتناولون الحليب الماعز، ايضا يصير عندهم مشكله بالفوليت ديفيشنسي. المال ابسوربشن يصير في حاله التروبيكال سبرو، في حاله سيليك ديزيز مرض
حساسية الحنطة. الاكسس يوتيلايزيشن، اذا الجسم بدا يعني يستهلك كميات الفوليت كميات عاليه، في حاله الفيزيولوجيكال الامور الفسجيه الطبيعيه تصير في حاله البرجنسي اللاكتيشن والبريماتوريتي، بثلاث حالات الجسم يستهلك كميات عاليه من الفوليت بي 12، فاذا ما كان هناك تعويض بكميه مناسبه راح يبدي هناك يصير نقص كميه الفوليت بالجسم. في حاله الباثولوجيكال ديزيز كما في حاله الامراض الدم هيمولوتيك انيميا المايلوفايبروسيس الكارسينوما الليمفوما انفلاماتوري ديزيزز الامراض الالتهابيه كما في حاله الامراض الروماتيز الروماتويد ارثرايتس الكرونز ديزيز التوبركلوسيس اللي هو التدرج، ايضا كل هذه الامراض الالتهابيه تستهلك يخلي الجسم يستهلك كميات عاليه من الفوليت ولهذا يحتاج انه لا تعود. الاكسسيف يورينري فوليت لوس كما في حاله الكونجستيف هارت فيلر في حاله الاكتيف ليفر ديزيز يؤدي الى فقدان الفوليت عن طريق المجرى الادرار. بعض الادويه مثل الانتي كونفلسنت اللي مضاده للامراض الصرع ايضا تؤدي الى قله الفوليت ديفيشنسي، كذلك الامراض بعض الادويه ايضا مثل سايتوتوكسيك دراجز المضاده الأمراض السرطانية أيضا تستهلك في الميثوتروكسيت يؤدي إلى قلة لأنه يمنع استهلاك الفوليت في الجسم، ولهذا عادة في حالات استخدام أدوية الميثوتروكسيت عادة يعطى ويا المريض الفوليت حتى يتم تعويضه بمادة الفوليك أسيد. سواء كان اكو نقص بالفوليت او الفيتامين بي 12 راح نشوف حدوث ميغالوبلاستيك انيميا. يعني شنو ميغالوبلاستيك انيميا؟ يعني كريات الحمض انتاج الام سي بي مالته اكبر من حجم 95 فمتوليتر. الوايت بي سي والبليتت عاده يكون ايضا عددها قليل لان ايضا راح تتاثر الدي ان اي مثل ما تاثرت الدي ان اي او الار بي سي راح يتاثر الدي ان اي او الوايت بي سي عن بليتلت سيلز. بعض النيوتروفيل نشوفها بالبريفرال بلاد يكون بشكل هايبر سيجمنتد يعني نيوكلي وذ مور ذان 5 لوبس. تعرفون نيوتروفيل حد شكل الاعتيادي النواه مالته تتالف من ثلاث فصوص، بينما في حاله الميكالوبلاستيك انيميا بسبب اختلال الدي ان اي سينثيسيس للنيوتروفيل راح نشوف النيوتروفيل تتالف من 5 اور مور سيجمنتس اوف ذا اوف اتس نيوكليس. نشوف هنا راح نشوف الكريات الحمر، نشوف الكريات الحمر بحجم احجام كبيره. وهذه هي النيوتروفيل اللي المفروض تتالف من ثلاث فصوص، عاده تتالف من خمس فصوص او ست فصوص بهذه الخليه، نسميه بالهايبر سيجمنتد نيوتروفيل، يعني النيوتروفيل النواه مالته تكون اكثر من لوبز بيها تكون سيجمنتيشن او التفصص مالته يكون اعداده بصوره كبيره. هسه خلصنا انواع الفقر الدم اللي هي بسبب نقص مكونات لانتاج الهيم ما جزء الهيم اللي يتمثل بالايرون فوليت والفيتامين بي 12. هسه راح نجي الى الهيم الفقر الدم بسبب نقص الجلوبين اللي هو الجزء البروتيني للهيموغلوبين. Inherited abnormality of the globin chain synthesis can be grouped into general types. It's either reduced production of one or more of the globin chains in راح نسميه بالثلاسيميا or synthesis of an abnormal globin chain that result in different type of hemoglobin such as this or this called structural hemoglobin variants. يعني خلل انتاج الجلوبين عادة هو خلل وراثي. اما هناك قل بانتاج احنا مو مثل ما قلنا اثنين عاده الادلت هيموجلوبين هو 2 الفا 2 بيتا جلوبين تشين، فقله انتاج احد انواعها للالفا او للبيتا يسموه بالثلاسيميا، ولهذا الثلاسيميا تقسم الى الفا ثلاسيميا معناها هناك قله بالالفا تشين او البيتا ثلاسيميا هناك قله بصناعه البيتا جلوبيلين. Synthesis of the أو ينتج اثنين الألفا اثنين بيتا ولكن تركيبتها الفيزيائية والكيميائية تكون مختلفة تختلف عن الاثنين ألفا واثنين بيتا الطبيعيات اللي ينتجها الجسم، فيؤدي هذا الاختلاف يؤدي إلى تحت ظروف معينة
انه هذه الهيموغلوبين راح يصير بتكسر وبالتالي الى فقدان الهيموغلوبين وحدوث الانيميا. الثلاسيميا سيندرومز are heterogeneous group of inherited conditions characterized by defects in the synthesis of one more of the globin chains that form hemoglobin. This reduction result طبعا of inadequate hemoglobin production يؤدي الى بالتالي hypochromic microcytic anemia. إذن الثلاسيميا هو من نوع ال hypochromic microcytic anemia، يجي بالمرتبة الثانية بعد الايرون. Iron deficiency anemia يمتاز ايضا كل البلد اندسز اللي هي ال MCV, MCH, MCHC تكون قليلة. ولهذا انه واجب التمييز بين عندما يجينا مريض هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا هل هو هذا ايرون ديفيشنسي او ثلاسيميا. ولهذا احنا من نكتفي لازم تحليل فيلم صوره الدم، وانما ايضا نحتاج الى تحاليل اخرى حتى نقدر نميز هل هو هذا فقر الدم بسبب نقص الحديد او بسبب ثلاسيميا، لان الاثنين تنطي نفس الصوره في حاله تحليل صوره الدم او كومبليت بلاد بيكتشر. طبعا الثلاسيميا سيندروم هو مثل ما قلنا انهيرتد كونديشن، النوع الانهيرتنس هو اوتوزومال ريسيسيف للهيموجلوبين بي جين، يعني اتش بي بي جين اللي موجود على الكروموسوم 11 على الشورت ارم على الريجن واحد على الباند 5 والسب باند 4. فاذا الانهيرتنس هو اوتوزومال ريسيسيف بسبب خلل بالهيموجلوبين 11 على الشورت ارم. الثلاسيميا مثل ما قلنا هي تتطلب صناعه احد اجزاء الجلوبين تشين اللي هي الالفا او البيتا، ولهذا راح يقسم الثلاسيميا الى اتس ايذر الفا ثلاسيميا او البيتا ثلاسيميا. اذا التقسيم الاول للثلاسيميا هو حسب نوع الجلوبين اللي راح ينفقد يقسم الى الفا او بيتا ثلاسيميا. التقسيم الثاني للثلاسيميا حسب السيفيريتي، فيقسم الى ميجر ثلاسيميا اللي هو الانيميا تكون كلش شديده بروفاند انيميا، او ثلاسيميا ماينر يكون عاده اسمبتوماتيك المريض قد يوصل الى مراحل عمريه متقدمه وهو ما يعرف عنده فقر دم، او يكون نسبه فقر الدم مالته جدا قليله بحيث انه جسمه بدا يتماشى ويا الامور، فالا اللهم راح سوي تحليل لسبب معين او مرض معين واكتشفوا عده ثلاسيميا، او ثلاسيميا انترميديت تمتاز بمودريت سيفيريتي. البيشن with ثلاسيميا ماينر عاده يكون اسيمبتوماتيك diagnosed باي بلاد فيلم examination ذات will show reduced ار بي سي indices with hypochromic microcytic anemia. الدياجنوستيك انتن از كونفيرمد باي ا تيست از كولد هيموجلوبين الكتروفوريسيس الفصل الكهربائي للهيموجلوبين. بينما البيشنت وذ ثلاسيميا ميجر لا يكونون عندهم الاعراض تكون شديده من الاشهر الاولى لبعد الولاده، يمتازون بسكليتال اند فيشال ديفورميتيز سبلينوميجالي كبر ب الطحال. الفيشال ديفورميتيز يتمثل بالبوسنج اوف ذا اوف ذا فرونت اوف ذا هيد، يعني المنطقة الجبهة من الرأس تكون تمتاز انه تكون متقدمة وبارزة بسبب انه البون مارو يصير اكو وايدنينج اوف ذا بون بسبب اكو اكتف اريثروبويسيس موجود في عظام الوجه بالنسبة للاطفال، فيمتازون انه تكون يكونون واجهة الرأس او جبهة الرأس تكون متقدمة وبارزة، بالاضافة للسكليتال abnormality خلل بالعظام. كذلك يمتازون ب severe hypochromic microcytic anemia بالبلد cell. يمتازون ايضا هذول الثلاسيميا ميجر بكروث ريتارديشن، يكون عندهم قصر بالنمو، اندوكراين ديفيشن ديسفانكشن، اكو خلل بالهرمونات، hypothyroidism ويا progressive liver failure and abnormal function، لانه كل اعضاء الجسم راح تبدي تتاثر بالفقر الدم المزمن. Trace metals, especially iron, are implicated as a causative agent in excessive generation of the free radicals. إذا كان من البداية هناك تشخيص سيء للمرض وشافوا بس مجرد إنه blood indices مالت المريض قليلة اعتقدوا إنه iron deficiency anemia بدون ما يلجؤون إلى التحاليل الأخرى حتى يتأكدون إعطاء للايرون كميات كبيرة، كذلك إنه
تكسر الار بي سي وتحرر كميات الحديد وعلاج النفس الثلاسيميا هو نتيجة في حالة الثلاسيميا ميجر اعطاء جرعات من الدم، كل هذا راح تؤدي الى زيادة نسبة الحديد الموجودة بالجسم وبالتالي راح تظهر التوكسيك افكت اوف ذا اي، هو اللي تؤدي الى ظهور الفري راديكلز، تؤدي الى عمليات التهابية وتؤدي الى بعدين تلف في اعضاء مختلفة من الجسم خاصة الكبد والدماغ والكلى. راح نتوقف عند هذا الحد، ناخذ بريك، عندنا وراها الجزء العملي.